حلم طبع حياة السيد مارسيل الشغوري، هالإنسان اللي حسب قوله غمرته العذراء بحمايتها كل حياته وخصوصي سنين الغربة، ورفقته مسيرته الشاقة. هالحلم اليوم صار حلم كل لبناني ومغترب، بيجي بيصلي بيزور بيعيش مسيرة حياة يسوع الأرضية، من البشارة لولادته ببيت لحم ومعموديته ورسالته التبشيرية لموته وقيامته. يعتبر مزار أم المراحم زيارة من أعظم الأعمال الفردية بلبنان، وبثبت أصالة هالبلد العريقة مزيارة. احتاج تحقيق هيدا الحلم المبني على الإرادة والإيمان بإلهام من العذراء ل 12 سنة. بلش بناء هيدا المزار سنة 1980، وتم تدشينه باحتفال اترأس سيادة المطران أنطون جبير راعي أبرشية طرابلس المارونية بستة أيلول سنة 1992، وصار هيدا التاريخ تذكار الاحتفال بعيد أم المراحم. وبضم هيدا المزار مأوى للعجزة بيحمل اسم بيت العيلة، بالإضافة لمشغل يدوي مجاني للفتيات وقاعة محاضرات تتسع لألف شخص تقريبا. بإذن المطران وبطلب من السيد مارسيل، ودت جمعية راهبات الإربان الأقدس المرسلات راهبات بتاريخ 17 أيلول سنة 1992 للاهتمام بشؤون المزار وبكل شيء بيتعلق بالنشاطات الروحية والاجتماعية والمهنية. وبتسهر الرهبات بالدرجة الأولى على تأمين عبادة الإربان وتكريم العذراء ونشر بين الناس من ساعات سجود وصلوات مختلفة، وبيساعدوا الكاهن بكل النشاطات الروحية والرسولية، وبيأمنوا الحاجات الروحية للمسنين داخل المزار. اليوم ما فينا نقول إلا أنه هالعمل هو علامة لإيمان إنسان بحنان الأم، ومش أي أم، الأم السماوية اللي سهرانة تعتني تغمر وتحمي كل واحد من ولادها، وتدلهم على ابن يسوع اللي فدى واتحد بكل إنسان وبكل الإنسان. ليصير هالمطرح
علامة لعلية العنصرة اللي عم تشهد وتبشر بعمل المسيح الخلاصي لكل البشر.